رئيس، نحن في عرس، إذا الكلمة ستكون قصيرة جدا. السيد الباشا، السيد رئيس دائرة، السيد رئيس فيدرالية الجامعات، السادة رؤساء الجامعات، السادة المنتخبون، نساء مركز تقوية قدرات النساء، رؤساء الفرق الفولكلورية والأعضاء ديالها، تحية خاصة. نحن اليوم في عرس نحتفي فيه بعمقنا الحضاري. ثلاث قرون هي عمق حضاري أمازيغي، والسنة الأمازيغية لها دلالات خاصة، لأنها تحتفي بالعطاء وتحتفي بالكرم وتحتفي بالعمق. فما أجمل الاحتفال بكل هذه الأهازيج المحيطة بنا بألوان لباس الأمازيغي التي ترتديه نساء المنطقة، بهذا الحضور المتميز لكل رجال السلطة والمنتخبين والمواطنين في حفل بهيج نحتفل به في تمغربيت في أبهى حلالها، تمغربيت في تلاقح مكونها الأمازيغي والعربي، ولكن أيضا كل الروافد التي تغذي الهوية المغربية، واللي هي من إبداع المغاربة. شعب عبقري وملك عبقري هو الذي أعطى سيمفونية تمغربيت التي نحتفي بها اليوم. فسنة سعيدة للجميع، وكل عام وأنتم طيبون.